اللي رح يعطينا هذا اللون. وطبعا ممكن يصير بأي منطقة بالجسم، ممكن نشوفه بالساق، ممكن نشوفه باليد، ممكن نشوفه بأعلى الظهر بالكتف، لكن أكثر منطقة ممكن نشوفها لهذه البقعة المنقولية هي بأسفل الظهر. طبعا ما في منا خوف، ما في منا خطر، معنا معدية، معنا مؤلمة لطفلنا، وهي بتكون سطحية على مستوى الجلد، يعني معنا بارزة فوق مستوى الجلد، فما في منا خوف، رح بتزول بشكل تدريجي، رح يخف اللون. منشوف هذا الشيء كل ما كبر طفلنا شوي. غالبية الأطفال رح بتزول عندهم بعمر السنتين، لكن ممكن بعض الأطفال تطول حتى عمر ال5 سنوات، لكن ما عاد رح منشوفها بعد عمر ال5 سنوات، وهي أبدا مانا بحاجة لأي علاج، فما في داعي للخوف والقلق في حال شفنا هيدي البقع عند طفلنا.